تجديد تبلشه، ونحن على 5 على كل الأحوال بنخلص. ماشي أوكي ماشي الحال يا عبد الرحمن، يعني هذول فهمتهم شو معناتها الاكسايتاتري وانهبيتري افكت تبع السينابسز؟ ازاي سهلين؟ تمام. اذا كل نيورون مثل هيدي النيورون الصفراء اللي موجوده هون تحت عم تاخذ نيرف مسجز من عند النيورونز الاورنج اللي بيكونوا فوقها. مين بيكون بهيدي الصوره؟ The post synaptic cell، الأورنج ولا الصفرة؟ الأورنج. لا البوست. لا صفرة. الصفرة سوري. بوست يعني هني اللي عم تاخد النيرف مسجز. بس الأورنج كلياتهم الكتار اللي مرقمينهم 1 و 2 هيك، هدول بري synaptic neurons، يعني هني اللي عم يجيبوا النيرف مسج. طيب قلنا كمان هلا كمراجعة، لما عملنا ستيميليشن بالهدول، لما بيكون في ستيميليشنز اس 1 اس 2 بيكون هيك مع بعضهم. لما بنعمل ستيميليشن احنا على نيورون 1 اوكي، طلع عنا هيدا الايفكت هون، هيدا اكسايتاتري ايفكت ولا انهبيتري ايفكت؟ لما كهربت انا هون على نيورون 1 هيدا عطيك اكسايتاتري ايفكت صح؟ excitatory postsynaptic potential هذا بال1 هذا below the threshold وبعده below the threshold. بس ما انت اذا بتعمل اثنين excitatory بينجمعوا سوا، هذا الجمع اليوم حنحكي عنه. بس هذا بهمنا انه هيدي excitatory effect، يعني لو كان هذا effective هذا excitatory effect وموصول هذه العضلة اللي موصولة على الموتور نيورون الصفرة تعمل contraction أو relaxation as a result of this excitation. contraction صح. قال بس لما نحن عملنا stimulation على neuron 2، هيدي neuron 2 عملنا لها stimulation، مشيت ال action potential ووصلت عملت synapse وخلت يصير في عنا هيدا response اللي موجود بال 2 هون بالجراف اللي أنا عليه الماوس. هيدا inhibitory ولا excitatory effect؟ انهبيتري. طب اذا بدنا نوصف لهذا الكيرف شو اسمه؟ هايبر او هايبوبولاريزيشن اللي على الماوس؟ هايبر. صح هايبر بولاريزيشن، بينما تعيت الاكسايتاتري اسمه هايبوبولاريزيشن، واللي يميزوا بيناتهم مهمين كثير. طيب اليوم بس حنتعلم على كلمتين كيف بيجمعوا النيورون. قلنا لكن الخاصية حلوة كتير عند الموتور نيورونز اللي هن هذه الصفرة إنه it can add up different nerve messages from different sources، ومشان هيك عنده خاصية اسمها integrative property، integration integrative property okay، يعني it can integrate يعني add different nerve messages together to come out with one nerve message. طيب هات لنشوف كيف الاديشن بتصير. هلا هيدا اللي كنا بدنا نوصل له. ركزوا يا جماعه، هيدا بدها شويه تركيز وهي اصلا فكره واحده في كل الدرس. integration of information، كيف بتجمع الانفورميشن اللي جاينا اذا كانوا excitatory او inhibitory. the transmission of messages is due to either too many fibers that function in parallel or to repeated impulses of the same nerve fiber. يعني يا اما نفس النيرف فايبر بنعمل له عدة ستيميليشن وبيصير في انتجريشن بتجمع الافكت تاعهم، او بيكون جايين من different sources. these two mechanisms represent respectively the temporal or spatial summation. هول الكلمتين مهمين كتير، temporal و spatial، تبهوا مظبوط لنعرف ميز بيناتهم. لما هون عم يقولوا لنا the transmission of nerve messages due too many fibers that function in parallel، لما بيكون في too many fibers that function in parallel بيكون spatial summation. هدول لازم نحن لأنه respectively كاتبين لازم نقلب الكلمتين، هون مغلطتين بكتاب الدولة، لازم كلمة spatial بعدين temporal، قلبون يعني temporal مع spatial. ليه؟ لأنه
لما الموتور نيورون هاي مثلا اللي بهالحاله هون اللي شكلها مثل النجمه الاورنج هون بهالحاله، لما عم بتجيب عده نيرف مسجز بس من ديفرنت ستيميليشنز على نفس النيرف فايبر، هذا الجمع اسمه تيمبورال سميشن. اوكي، لما نيرف مسج وحده عم تعطينا هيدي الهايبوبولاريزيشن الصغيره، اذا عملت اثنين نيرف مسجز اثنين ستيميليشن وعملوا اثنين ديفرنت نيرف مسجز وكان الوقت اللي بيفصل بيناتهم كثير قليل، بينجمعوا سوا وبيعلوا عن الثريشولد فاليو وبيسببوا ممكن يسببوا اكشن بوتنشال. بس هون بهالحاله قايلين هون لما عملنا ثلاثه ستيميليشنز عملوا three different hypopolarizations that are integrated together to exceed the threshold and to produce an action potential. استاذ بس شو يعني spatial temporal؟ ايه هلا بعدنا نحكي عن spatial، عم نحكي هلا عن temporal. لما تعمل عدة stimulations على نفس النيرف فايبر والوقت اللي بيفصل بين الستيميليشنز قليل كتير، فبنعتبر انه simultaneous stimulations اللي صاروا، يعني الوقت اللي بيفصلهم كتير قليل، يعني تقريبا قد بعضهم تقريبا بنفس الوقت يعني. فالموتور نيورون بتقدر تجمعهم لهدول الاكسيتاتوري افكت. شوف اذا كان في واحدة عندك لما عملنا اثنين انجمعهم سوا صار واحدة hypopolarization، هي عبارة عن جمعهم لاثنيناتهم APSP مع APSP تاني. EPSP معناتها hypopolarization يعني excitatory postsynaptic potential. بس بينما لما هون كمان عمل ثلاثة stimulations الـ excitatory effects تعولون انجمعوا سوا ولدولنا action potential. وعلى فكرة في مرة من الأسئلة بدورة 2010 عملوا اثنين successive stimulations بس كانت الوقت time that separates them كانت كتير بعيدة، ما قدروا ينجمعوا. ليه؟ لأنه motor neurons can add up different excitatory effects أو different postsynaptic potential only when the stimulations are simultaneous. Simultaneous يعني الوقت اللي بيفصلهم كتير قليل، يعني نفس الوقت تقريبا. فليك هون قليل. If fiber 1 of document B is stimulated successfully many times, it triggers an action potential resulting in a temporal summation of EPSP of each stimulation. يعني كل واحدة من stimulations أو each stimulus، كل واحدة من stimulations عم تعمل واحدة EPSP. لما عدناها للstimulations ثلاث مرات وكان الوقت يلي بين أول stimulation والثاني والثالث كتير قليل، فبتجمعهم مع بعضهم وبتعمل nerve message مثل هيدي الاكشن potential. ما بقى بتكون بس APSP اللي هي local بس. بينما الـ spatial summation ليكو كيف هلأ بتقدر تفهمه أكثر. When nerve fiber 1 and nerve fiber 2 هدول of document B، يعني تعول الصفحة هيدي اللي شفناها من قبل مش هناك حكيت عنها أول شيء، are stimulated simultaneously. simultaneously يعني شو؟ يعني بنفس الوقت، يعني الوقت اللي بيفصلهم كتير قليل، يعني بالملي سكندز بيفرقوا عن بعضهم، يعني يمكن شيء اقل من 5 ملي سكندز اللي بوقت اللي بيفصلوا عن بعض. Their respective postsynaptic potential add up so that together they can attain the critical hypopolarization threshold needed to trigger an action potential in the postsynaptic neuron resulting in a spatial summation. يعني نشوفوا كيف هون كان عندنا واحد stimulation. شوف كيف هذه stimulation S1 على neuron 1، والneuron 1 بيعمل excitatory synapses مع الموتور neuron، والدليل انه لما عملت انا stimulation S1 ولدت لي EPSP. وين الاوسيلوسكوب؟ هون حاطين لنا هون انه الاوسيلوسكوب بالبوست سينابتيك ممبرين، هيدي الريكوردينج تاعت الاوسيلوسكوب هون. بينما لما عملت stimulation بال S2 لحالها عملت لي هيدا شو اسمه الريسبونس الاي بي اس بي، هايبر او هايبوبولاريزيشن؟ هايبر، هايبر بولاريزيشن. بس لما عملت نين ستيميليشنز اس 1 اند اس 2 توجذر سيمالتينيوسلي مع بعضهم تقريبا، يعني الوقت كثير قليل
ليك طلع معنا the sum تاعتهم summation تاعتهم بس عملنا S1 plus S2 طلعت مثل تعيت الS1 لحالة بس أصغر بشوي. ليه؟ لأنه هديك اللي تحت فكأنه عم نقص اللي تحت من اللي فوق. عفاك صح. inhibitory effect بتنقصها للإكسايتري effect، ولو كانت هيدي الإنهبيتري effect نازلة أقوى كانت نزلتها كتير للـ APSP وصفرتها عملتها no response، كانت عملتها شحطة resting potential. هيدا temporary؟ هيدا special. بس انتبه بعدنا special. لا خلصنا التمبورال فوق. صح لما تجيب 2 different stimulations من different sources مثل neuron 1 neuron 2 بيكون spatial summation. لما 2 stimulations على نفس النيرف فايبر بيكون temporal summation. هيدا هو الفرق بيناتهم، مش انه excitatory و excitatory وهيدا excitatory و inhibitory. لا مش ضروري. فهمت عليك. ممكن اذا كان inhibitory excitatory، بس المهم هن من وين جايين، شو المصدر تعولهم. ما بيكون جايين from two different sources in nerve messages بيكون spatial summation. لما تكون جايين new stimulations على one source بس من one source بيكون temporal summation. والموتور نيورون شو بتكون بهالحالة؟ شو بنسميها؟ شو البروبرتي اللي هي بتعملها؟ اسمها integrative property. اوكي هيدول اللي طبعا ما بيقولوا لكم عنهم الا بس يقول لك explain what happened مثلا to produce the action potential in this مثلا in this example. بتقول له مثلا a spatial summation took place between the excitatory effect of stimulation S1 and the inhibitory effect of the stimulation S2 to come out with a hypopolarization lower than that of S1 alone. فهمت؟ هيك شرحنا شو صار بهون. أنا اللي كنت هلأ عم بحكيه هي عن document دي، عم بشرح كيف هيدا طلع أقصر من هيدا لحاله اللي أنت فسرت ليه يا عبد. لكن اليوم شو تعلمنا؟ شو أنواع summations اللي ممكن تعلون نيورون؟ شو يا جماعة؟ يا أما شو هن أنواع summations اللي تعلمناهم اليوم؟ temporary spatial يا أما temporal summation اللي بيكون adding up different stimulations on the same presynaptic neuron، أو spatial summation اللي هي adding up two different stimulations on two different presynaptic neurons اللي يعني جايين من اثنين different synapses بيكون spatial summation، اللي جايين من واحدة synapse عم نعمل لها عدة stimulations بيكون temporal summation. الحصة اللي جاي بدنا نحل اكسرسايز عنهم دغري كرمال نقدر نعرف احنا شو اهميتهم وشو بيعملوا عادة وكيف بيجوا بالاسئلة تاع الامتحانات الرسمية. هذا اخر درس بالشابتر 9 وبدنا نحل عليه عدة اكسرسايزز. انا يمكن بشوف انه لازم نعمل لنا شي حصتين اكسرسايزات قبل ما نروح على الشابتر تاني. في شي مشكلة لحديت هلا؟ يلا درسونا منيح، شدوا الهمة ويلا أكون شيء. سلام أستاذ. يلا السلام عليكم. ركزوا علينا منيح كثير، وهذه الحصة قصيرة يعني بس فيها كثير. يلا السلام عليكم.